وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. إن شاء الله نقول وحنك بالله بين آيات بقول لحدا يأفر إلى آيات بقول فطبات يسدد من سورة العراق. الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد الشاغي ولدي يهود هيدا لجوكي بل من ويدي وقريدي يهود كميل هيدا أيلا لأولنشري واسأل القرية التي كانت حاضرة البحر بطل عراعي إذ يعدون في السبت سبت لا أي حد قدام إذ وقت تأتيهم أيوت من حيطانهم كلهم قوضي يوم سبتهم مالك السبت عيسلة عنده يعني في السد شرع على يد ظاهرة أسود فلفولي يوم ما لله يثبتون إن فاستينين وصفتي سنينين لا تأتي مؤما ميش قالوا امتحان كذلك السداس لأن نبلوهم امتحان لقوا ألا يريد ما كانوا يصدقون في سبق السبقتي فريد أيده إلى أمركا وحي نقطة صدح فوحوظ بين نقضين وإذ وقت كشي كيبا لي قالت أيتي لأمة جماعة ومنهم قريدا كمله لما تعدون محاذو عليه إنسان قوما قوم فهم كاسوا الله ألم يلكم هلاقي ويو أدوك شوه هلاقي أو معذبهم عذابي عذاب العذاب شديدا نظرا قالوا وحيدا قلدي وهو عليه شيء وحان هو عليه أن معذرة لأجل معذرة عذر الدار شيئا شو إلى ربكم أن عذر الدار شيئا لأنه سيار الله أنه وقف سنين وحبما إذا هو عليه النور دين إيوه والعلم يتقون إن بقام باب السورة قاله إلهي كدو صدح قولين نقلين قالوا وقالوا ذا خيانة ذا سميسي وحياليسي ذا سميسي قال أمرك وعدي لي وطري إذن كل دورا مين سيدنا ألك وعدي لي قال كالي وإيقا لفتوض حمانة كحم وكتر الحمانة وحي لهم هو وادوك تهينين نمرنا وأنتو من المحط وعدي إسان بيران صدح ذا قولين نقلين مرك اللي بقوله والله شايقا يميني مدنها لكن سمينا نوضك شيء قال دي تري محاد وعدي إسان لقمة شايقا ماشا لينا نوضك لينا باطئين والوالا كينا إذا وقت كشك قال ضيت الأمة جماعة تري ومنهم قرية ذا كمدة فلكلوا وعديه سو حيكوي راهن لما تعيدون محادوا وعديه سان قوما وكوي حيلد السنية قوم كاسوا الله ألا مهلكم ولا أبين أو معذبهم أم عذابهم حتى وان نسا ما دكتين من واتومي ويمعنها عذاب العذاب شديد نظرا قالوا حير القلدي وعديه سي وعدناهم وعديهنا معذرة وعذر دار شاقر إلى ربكم ربكين أن عذر دار شاقرين كوي أي الله اللي ينبري إلى ربكم ربكين أن عذر دار شاقرين واشكر رب ماشي إيه والعلم يتقون إليه بقام بصورة جل والعلم سورة جل وحاء يتقون إليه بقام مركز دي اللي بدأ تاكوتيتو الله وكبر بحينا وإنتو الله نقبسن لها واجب كي يجب أبدانين ومعذرين إيه إليه سورة إليه وانتمان هو سورة جل فلما نسوم مركي اللوبين معنا كتا كان سيدي واحد اللي وصنعه كلاه قلدي اللي وعليه ما ذكروا وحي اللي هو واني به الشيغة أنجيناه وانا مدقل الني الذين كن ينهونا كان هيي عن اسمه حمان تكريبين واخذنا وانقب الني الذين كن ظلموا ظلم السمين لعذاب العذاب بأيسنا وأرق وحبله السبب ما شيء سببت كانوا أيهن يفسقون كل كسف السمية وحوي الله عليها قلدي لوانين يوالدي مركي ديدين قلدي والد ديدي وزنبيل يا شاهد عذاب حق لا الله فقط سبحانه وتعالى قلدي والين يسنى الله ونبدل عذابه وكان مضقلين قلدي قلد الله محاذ والين يسنى او يقل الطوض الدعاء فمان تكتشرين لما الشيقين عبد الله بن عباس رضي الله عنه سحابي وحجني مدان كفكر يقول قلداتي حقياتي وحالي تريبو دامين قول هذا اللي هلاقيه كاعين اللي يبو وعد يبو كاعم السيني مركو عقدمة وها الضوء يسابو لها يحريو عالمها يا كبدا دعيين ويري يا ابن عباسو قول هذي وحبيتي وكو اللي هلاقيه كوه كان وين مدقلين كوه كان لفتوض حمانته ويكحو ما يدوي مركو دي ما اي مظنين إلا هلاقيه ما مظنين مركو قول هذا سنوان مدقلين وين وحمانته اللعباية وقلبك كان لعباية ووحي واند ودايين كل بيد يالي ما يالي محاك كلام ليس عم بيه مركوين نبض جل الكواف ما مظلين عقاب عذاب كانوا نوع عذاب كهر ريي مركا نبوه اللي هلاقي دونا طايقها هلا قد جاي عذاب كهر ريي فلما نصوم مركا إلو بين الله وحيد فلما نصوم مركا إلو بين
ما ذكروا به وحلواني معنى ولي اللي بالمعنى الحوين سيدي يقول اللي وسنبع الله دخمين أو ورب أو هاي أنجينا ونبت قال لنا الذين كوا ينهون خيبين أما نهيين بي عن السوء فمان وروح لتكدى يلها وأخذنا وانقضنا الذين كوا ظلموا ظلم السنية بعذاب على بئس وحوق له بسبب كونه فاسقين بسبب ما شيء سببتي كانوا يفسقون كون في السنية وعذاب هراء وإنسان ضاير هذا اللي قد قلنا فلما عطوا مركي كتشي برين ويكون مرحضيقين عما في النهو عنه اللي قد ربيع اللي قلنا هايين قلنا اللهم بحانه كن يركونوا هذا قدادة ضاير خاسين ودي ليسان هذا يا الله مركا كونوا قاسوا أمر كانوا أمر تقوين ذا الليلة أمر لمسينين أهذا الليلة الله بحق حكمين يا هذا مركا وحالي دي قولة دي علماء هذا وحو عجيسي ويكبحين قرية دي ويكتغين كوي كلانا واكتغين كوي بقى مركا قرية دي دير بيلا هاي بيهو سكحيدين هبين كيبين دا يرهم ميلان نخبين روتي بقى لغو سوك الله هاي وحوية الباد كونفرين بقى لو يمت نمبع لسارة ماشا كثيري walaga furay markaa inay daayayeen markii la fiqayay kumarka uu garan ninku la dhashay saaciitii wuxuu garan intii yimaado qursan kuwan se kala garan ma hayaa daayayada dadka yihiin marka saa waxaa lagu dhig hadalkii bay garanayeen daayayadu miyaan aan idii waaninin alayna waad waanisheen baynayni allah subhanahu wa ta'ala markaas uu nasaxay marka waxaa la yiri qoom la nasaxay ma noolaadaan ah nabi ilaah maxamed markii daayayarkan la weydiyay oo la yiri qoom la nasaxay ma noqo haasha waxaa la weydiyay la yiraahdo ما سلوا ليه أما ما سعد ليه وحي عربت أمن سنايين إني مسخ جيب بني إسرائيل تايب أمن سنايين مركان نبي وفيل مسخ معها وحلا مسخي من أولان كانت مكابه وباطعين فلما عتوا مركي ككبرين ويديدين معناها ويا أما كينه عنه لقنا ويكرر تون واي قلنا الله محانو كن يرفونوا هذا قدادة تنطعيره خاسئين ودليسا حويان حمبا لقدنا ويتأذن ربك marka daayaha ay noqon yahay cadaabka hore baayiski waa kala laba oo kala horreeya wadku hadana ka sheekay id waqti taadana uu ogeysiiyay rabbuka rabbiga nabi ilaahay muhammad la yab'athanna inu kudirayo oo kudirayo calayhim jeebana israa'il ila yawmil qiyaamati qiyaamaha yawmkiisa laga la gaaro may yasumuhu qof dadan siiya su'al adab adabka kiisa xun dadan siiya oo gumaysta inna rabbuka rabbiga لا سريع العقاب عقاب تيسكي دقدك توي يعدوا لدهم وإنه الذين عسل لغفور في داكوه الرحيم الحريصة الله وذوء قيسية وإعلامية خيب بنو إسرائيل يوم القيامة واحد بين اللوائن خيب بنو إسرائيل وقت يقول بدين ينكلي قد منه الآن كلام بالي المثل وحال قدر وقت نصر نكي دبر شرعي وحي الكسر في هذا هذا لن نصار هذا لقدر يهو دبر قيسي هذا هو حولي قد بقوله هذا النبي الله محمد بقى لقدره وإيه كلا فردينه ميلا بإيه كلا آذين وحال لقدره مركي ويدا بيشاني في الأولين شريفية الله وبابيه دبر قوية وحي يربو كرره حتى قد هذا هو متفرق وماشا أي تيوبان كلي قد منه الله كرا وحهم بيكو تيساني وحهم بيكا عبصاني يويد وادتك وقو عبصي بدن بالا إلى الدين مركا الله وكليا الله بابا حكم المركة مسكنا لذلك عليهم الذلة والمسكنة ويلي قد قاتشي كعبصاني أول يقول عرضي كعب سنين وتكون كشاك إذ وقت تأذن أوغيسي ربك ربنا ليبعثن إنه قدر عليهم دشوما على بني إسرائيل وإلى يوم القيامة القيامة يوم كيس من أحد يصومهم بالدنسية سؤال عذاب عذاب كيسهم إن ربك ربنا لسريع العقاب عقاب تيسو كي دك توي وإنه ألنا الغفور كدافو الرحيم لهم الحريصة لبدا صفو ألا ليه إنه أشعرين والله وضع دحل وضع إنه كله لأن اللذوني فإلى الخوف والرجع مركا اللقو قالت إنه سريع العقاب عقابتي السيد أخسلوي ما نيسه قبق وحمانتها السمين مركا قالت الله غفور رحيم إنه يهينا وحوكو قلنا حديث الله السمين وقع عضي السمين ولي قابل الله وضع أنه حمان بسمين ميش طب عضا ماذا ألا ماشا صور لي قالت ما بسمين يسي حمان يسي قف قادر دعانا مرتاسة كتب وكينيسة دع عضي يدا انت تفكرتم باكو وفنا فما انت قبي قيدة بيا لقاهلي نور يان بلقاهلي اللي هو الدين وفي وايس كالدين كالدين تبدمل فعل ما هو وايس كالدين وايس كالشوكس شوكسي دا مركا وان لأوضا هده يقف كاغر على المركا وان لقيته وكين يدا دا عادة صوماء خطق الله ما صلحت ويوه انت يا الله تبا دا ذكرت دا باكو وفنا ولا سبحانه وتعالى كاغر على المغوم وقد ضعناهم وان كالكوكو من كيبن اسرائيل في الارض دولك تحديث
ومن حالة الجماعة عاديهين منهم محاكمة بني إسرائيل الصالحون الدد وناكسن ومنهم محاكمة دون ذلك قوة كدون يعني غير ذلك ويبقى فاسقين وكافرين كمن وبلوناهم وحنفوا امتحان يقول ألي الغيب بني إسرائيل بالحسنات وناك برواقه ينبت قليه يوم حوها برواقه يدبات العام يفزد يو سيئات حمان أباري علي يدعون بالغو امتحان اللي وضبا لعلهم يرجعون سائل صلى الله عليه وسلم غيب بني إسرائيل أدون كمركي لأقا ويسير السيئين ولي قد دلقاره إليه يقعوا قاره وأن لا تشوفين ما يلنا أنت النبي لا محمد كذب بيسه والقول داخل الصين تبرق النبي الله عليه الصلاة والسلام مدينة شام فوق حيث سيدا أوفل السلام بجنايه مدينة وحيث سود بين صدح قبيل أفر قبيل بسود صدح قبيل بني قينقاع يرهب قريضة يرهب بني النبي بع مدينة سود بين خيبر نوح حتى جنا قلك اليهود هو صدح بقول يوم مهلا عسوي شيء تم مدينة والقول بساتو ما يأكل في الصين وضن يقعوا قاره أين عدنا كجب قينين الله بمسكين سبحانه وتعالى الله وحليه قطع لهم وان كلا شرشري في الأمم في الأرض ذلك تحديث أمم الجماعة يبقى منهم محاكمة الصالحون إلا وحشر محضيه مكله منهم الصالحون الصالحون تاكمل ويسيرين ومن محاكمة دون ذلك هو غيركم صالحين يعني غير ذلك غيركم وطربنا فاسقين تاتربنا صالحين تويرين يهودا ويكون يرين المثل سبق النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام يبقى آد مدينة أدلقين دل آل طبال دلنين بعدهم أي النبي طبال ما دلنين عبد الله بن السلام باك منها عالم كريم بن إسراء الله وحده وبلوناهم وان امتحاني بالحسنات ونادي يا برواق ينبت قلي يا عاصمة وامتحان مركب برواقي يا عاصمة دي ماذا امتحان رسمي أول امتحان كبالين وكسر بحال لي والسيئات حمانا وانكم امتحانا يوم أباري الكرية داعون بالغو امتحانا يدا نيني سوى نغضان الله سبحانه وتعالى عذاب تمسه بالدجينة يدرك فرصد وصينة مروا اللوت دي الدجنين بالغتين وبرواقع اللوت دي مرنا حمان بالغو دي انت مركي وانتوما يكذبوا عذاب كل مني لعلهم يرجعون سيئة النغضان إلى الله وقل النغضان فخلفوا حاكدن بيين من بعدهم كوا خلف كدن بيين جيل با كدن بيين ورسول كتاب كتاب كيد حلي هو سيأخذون قادنا عرض هذا وقت غني أي وقت غني جوغان بدي عدي شي قادنا الأدناء حن بدي عدي حميد انقيم لهين وخدام الدنيا الدنيا يددب كيدي قادنا ويقولون وحيدا يا مركي ليلة وروحا سحاران معها أبقنا دي يتشوض وقادنا يسان سيغفر لنا وانا لور نافي وإن يأتي مدوء ماذا عرض العرض مثل فيه وراء صلاعنا يأخذوه ويقادنا يعني سليسكي بيقادنا لا شو على هذا لا يا بدك علم هذا وعلم جوا ذكر عمل فيلم واعي وعلم جوا ذكر دنا يسكون مع الورور سدي وارح شو يكون يلا ليش بيقادنا يا علم جي بدك يبغى يغري أنا ويا قانون لكن هو يكون دنا سنة يانو ماشي وحكسه قالوا دم باستعماله حضره بدك قارو حكميه قارو عن دينه هاي بالدينه هاي مشاريه وكتاب من عند الله إليه علم هذا ماشي وخطر بهاي سنة في بنو إسرائيل وجدت على جس شكيري لكن في الوقت الحاضر قف في الدين في الإسلام تقود أنا إستا وقم على الأرور سدا ومحو أهل أليوشي يقين ماشي حكم في وحو بكاقة تصداتي ألا قل هذا وضد أضوب مري كل آية نزلت على الكفار تجر بذيلها على عصاة المؤمنين فالعلم هذا الإسلام في نحن فخلفه وحاكدا بيكوا إسكو تركة وقارنا صالحين قارنا أوحن يهي من بعدهم دول الخلف كردن بيال كهريال نحليال هو صور كل كتاب كتاب في النحل يأخذونه وحيقاذنا يا عرض هذا وقت قال لك يقول بدي عليس الأبناء حن عرض حن وقيمة لهم حمد وحلو شيء بيا ومن حدام الدنيا وحرام يا حلال وكل أبيال ما هي روحهم حلال بقى ما سماها ملك ويقولون وحدها يا المركي ليلة ورواسلة ما قال لك يا بتواسلة وحدها يا سيغفر لنا وأنا لورد أصلي كده إلى إذا لورد أصلي وإن يأتي مدوء ما دو عرض العرض مثل يسجع كلنا يأخذوه ويقادنا ومركي وردن بقي أجل الكبر أرد ما يانه والوساء بيود وأنا لازم بدافع محامك معنا بولي ألم يؤخذ ليان لقد قادن عليهم بسرد من ساقو الكتاب
كتابك بلنتي سنيان لغا قادم كتابك اللو ديبي بلنتي وحنبارتنا موان لغا قادم محامر كاللوغو ديقيا وي ديقنين تلسينا يدي الكتاب تلسينا يمحوي هاي الله يقول لالله يقول سأين أولهن على الله البعري ألم يخذ ميان لغا قادم عليهم دوشو غمي تاقول كتاب كتابك بلنتي سي ومحوها بلنتو الله يقول لالله يقول سأين أولهن على الله الذي شيء سألح إلا الحق دب مويعين أبهن ودرسوا وين أغرينا فيه كتابه الحق صورة يعني كتاب في بلان في كبر هزنيا لك قادروا أحايد إنين ألاك بين أبورا وحوي بين أبوركم أنت وحوي إيقو الدنبكي كعنت كل شراء وآن توبكين بإليهن الله بأن وقاطين سورة قلمة أمر وبين أبورا الله سبحانه وتعالى حكمة دي سماءها قف دنبكي فراه كل شراء توبكين إنهم بالدافع حكمة دي سماءها حكمة الله قبك التوبة كان إنه لا سوء لم يكن كتبها وين هذا ألم يخذ ميان لقد قادم عليهم تسوى لما تقول كتاب كتاب في بلن تيسي محال المنبى لما الله يقولوا إلينا كدل بهن على الله الذي سيسا إلا الحق حق مهين أوحنا ألا يالي من أين كشيني هو درسوا ذي النائي أغري الناسين كتاب في تاسع وقسيدا ويقانين أقولون مع يقو يقاني هذا الكتاب في كل حنيا الله عليه والدار الآخرة دار تآخرة يا خير أخير بدل للذين كن يتقون ربهم ربهم وتبقين الدينك قفي كش قيسة الدين تكش قيسة أكو على أورو السداء آخرة ونا جديب وايا وايا معنى مهلي الدينك مركو كش قيسة الدين تكو تنعي سؤال لك عابد وايا آخرة ونا جديب مهلي والدار الآخرة دار تآخرة يا خير أخير بدل للذين يتقون كو حرام تكنه السداء والدين تكو نغمة وضد خسيسي عن أولاتي وقال ونبت قليلي يوم إصلاحة كالشقية كواسي آخرة وفي عمتاني مكان الله وفليه فلا تعقلون إذا وحبب فهمين حوي ووحل لي يا بوي اللهم يا رب سبحانه وتعالى دينتي وقراني أو يقاني وقدنا يساني أو ندقي شلق الصيني ليش دينتي مريش أفلا تعقلون وعومي إذا قراني بوألا لي الله وعلو الذين كوا يمسكون قبصنا بالكتاب كتاب قبصنا وأقاموا الصلاة الصلاة بنقوبة إنا أن نقول لا نضيع حل ذاذن ما إن أجر المصلحين هو إصلاح السنة يأجر قول ما شو حيكرد قنتهي أما يهودها أهادان أما عربها أهادان أما عدي دونها أهادان عربي عجل عدي دونها أهادان كتاب كمركا شقين يكوى قبصة ذي وصلاة وصلاة وحكي قال الله بشيغي بعد التوحيد بعد الإيمان فوقنا كوباد وي والروح اللودة اللي شنكر إنه مسلم ياي بروح السلام لجواي مسلم معها وأرجوك كوبادو لود لي سنين مركينا لا نضيع أجرهم وسداسوي أجر المسلمين ذي يعني عمل كيسيركم متم بالصور صاري إعراضها إن لا نضيع أجرهم يعني ما الضمير بعد ما هي الصور ذي والذين هو يمسكون قفصا بالكتاب الكتاب كشقينا يا مركا قرآن كريم كا وقاموا صلاة ثلاثة ووقت جالي وقابلة كذا إن أنه لا نضيع حل ذا من أجر المسلمين إصلاح سمايا ياشا أجر قوة الله وكريني أجر قي قفة ربا وقرب صغير وقبضن الله سبحانه وتعالى وقبضن أثيري وحوية مثقال ذرة كله بما يسمى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرهم خلاص واركيا ويجيش يسمى وإذن تغنى الجبل ورفعنا فوقهم الطور بين سومة في سورة البقرة واذكر كشاكا إذ وقت نتغنى عن فجيني الجبل بوركي فوقهم تشعر عن فجيني وتأذي الصابي كأنه سيدي سوى ذلة هوسيسة ووظنوا أي أم ليين ما لم يؤكده يقين ودو أنه بوركا لواقع به من قدعيه وأن كل الخدوقات قاتل ما أتيناك محمد سيني وطحورينا بقوة دلالية حوبية تسكت قاتل واذكروا حصوصنا أو كرك كقبط أو حزية ما فيه وحكوكم الحيث أحكامكم لعلكم تتقون في هذا الليهن وربغنا لهم المستقيم فأوضى من المطان وعليه نبي الله موسى مركوا الله وليه جيدا هذا الله وحكوكرا يدين تبالنا تص هذه فرائش فرائل ذي يريد وحد فرائك غايته أن الدين من هو كايلين هذا واحد البدن يعني كايل من أرسلنا تص والله يدين تص ما هي قاتلين واجبين قلت بأيت اللي سوف فيه أبو شو قالوا تعيه قاتل سجود بيقوة ضعيف من عبيد إحدى مود عبالي ميلك سنة ويكون دوريا ما
مركا الله ممكن نبتقل يقولت اللي مدل في ذلك إلا المركا ويد على ويوحيان في الوقت الحاضر وحالة اليهود الله بريق أبوين وسجود في الحدى اللي سجوده الله بريق أبوين يكو الله بريضانه وسجود بركة يسمى وحيستان باهي مركا وقت قبورت اللي دل فتية وقت قاسة يعني إذ كشك أن نتقنى عصدين الجبل قورت ورفعنا فوقهم نتقنى لاسا وحالة دحجلي خفعي نتقنى عصدين أن قرية لي الجبل قورت فوقهم دشار كأنه ظلة سيدي سبه وصيسة وظنوا وحي أم لي معنى ويقين أن يوين أنهم يبوا واقع بهم إنه كل عيبون كافي وقلنا لهم وحانا كون إذن صدوقا تما أتيناكم وحانا إذن سيني الدين كأقاط ثورات بقوة حق قاتل قصة قاتل واذكروا الحصوص نارا وقلبك فهي أو كو عمل فلما فيه وحدي عليك كتلا والدينة والشرعية لعلكم تتقون سياد متقين النقطان والأليهن أو ربقنا فهو يويد كدع لهابا كدع المركب وإذا خذ ربك واذكرها تلك الشيكين إذ وقت أخذ ربك ربك كقاضي من بني آدم بني آدم كان من ظهورهم نبر كوضة بدل الاجتمال وحل إلاوي من بني آدم من ظهورهم نبر كوضة ذريتهم عروتي أي ذل الهاية الوحي ترى صد إلى يوم القيامة وأشادهم أن لو أم الخاتفية على أنفسهم نفتض أم الخاتفية وفريني على صدق ربكم فوانا ربكين أحي سومين ربكين قالوا حيلا إن بلا واتا شهدنا مخاطبا كنا يجيلا آيات وحوية آيات معنى هذا هو حاوله ومعنى عجيبه معناها وآيدها علماء ويسفو خلافين هذا شرح هو حاوله نبي آدم هذا من بني آدم بلد بني آدم نبي آدم نبي آدم من بني آدم بني آدم كان قبر قوضي لغا سوقاته وحيثان للحائل من ظهورهم بلد ظهوره لمده دهره لمده بركة معنى هو حاله شرح كرا نبي الله آدم باهرت لغا سوصاري جبيته قال لها يالا سوصار رسول الله يلي مركاسا مد سوري في نبي آدم لقى سو صاري يا سنة يجن لقى سي صاري هو كله وجيل بعد جيل إلى يوم القيامة واحد إلى هذا فنان كان صور واحد إلى الله والنبي آدم أنت قلنا لها يا لقى سو صاري هذا يبون أنت يصير لها بقى لقى سو صاري يعرضن بمشي على سوق هنا عالم زبده إلى مت مركاسو الله سبحانه وتعالى يسوع ربي بنيمي هوا سعيدين وفنان صار مركاسا مركي لا تحرع في الوقت الحاضر كوتي محسوسين يا مركو كشي قفكم مركو كشوف محسوسين يا بلنت هايدا إلا قال ما محسوسنا لكن نروح خد بيع عيسل سيد النبي وشيعين إسلامي الله جرش خد بيع عيسل ودرين كأو ريو قال وين بهاي يا وخالد يا أبو كيو بهاي يا درين كاس المول بقول على ناي مكاسا مركي خسول الله دير أما علمه وتما دو حسوسية له يبلنت يهرو مركو كعمل فلية مركي مركو حسوسية وهلا يثير رفع الفن لكن كان لحسوس دبي عاد كذب عيسان إسلام ما له أبيه هو يدي وليه كسر عن ميان دبي عاد كذب عيسان وحوي الله إن كلا كذب عيسان أو المهم مرت صعدة شو أبوها بابا هو في العمر دوني وأود كسر عيسان كده يدري عيسان يعني مركاسا مركي لحسوسي ومرك ثير يا أشقين وقع عمل صلي شرح علم دبر أنت يا دبر شرح كنت الحين هو حد دبر كيسة وحلا جس وساري وآدم يدري يدي شيء وهذا مركز الله جل وعلا بلن سال الله جل قال بلن سال هور مركز كذا جدا بلن سال دمبع وهي ألا حسوس وهي ألا حسوسية ومركز قام الصلاة قارن فيه ديان بسك علماء قالوا حي له نين ما بلن الله جل قال إن مركز الله جل وعلا يعني المول بمركز نلا نيو وحافظ دبع عيسان إسلامي ما وإسلامي ما ذا بلن سال شيء يعني ما بلن هور الله قال مركز تاهور يكون ديني إن شاء الله حباك هاته تاهور يكون ديني واذكر كشاك إذ وقت أخذ أوقات ربك ربك من بني آدم غير بني آدم من ظهورهم نبر خوض وبني آدم يعنور كيسي ويوح من ظهورهم لليه نبر خوض الله قال وبني آدم آدم مركي لغا صوصاري دبر كيسة في يديسي يا جيل بعد جيل قلب مدولي موحودا للهابا لغا سيساري لغا سيساري إلى يوم القيامة اسكم يلبو الله سبحانه وتعالى يسوكين مكا سؤال ليري ذريتهم وكسوا صار دبر كود واشدهم ابن ام خاتيج لي على انفس النصر يوم خاتيك دك هو على رسل ربكم ربك ان موانا نهين قالوا حين بلا واسع شهدنا مخاطبا انك نايمين مركا بلنتا هوري عندي وحي سوسي سهلا او اسلامنمده او كدشي لو كدب عيسان يا الله قوم كدب عيسان عندي وحي سوسو وشاكتهاش خلاص وقع من فليا
الله سبحانه وتعالى بلنتها مركم بوء قاضي أن تقولوا لله تقولوا سيئا ربهم يوم القيامة قيامها يوم كيسا إن أنا وكنا وحانوا أهين غافلين كوالما عن هذا بلنتها وحل إذن كقاضي وبلما سي لإذن حسوسي ورسول لإذن كدري وعلم وحيدين شاكتا لإذن كدري في قيامها مركي لإذن والذنب إذن محوها أيضان أغمر مرصوني ما بأن نبي وحكا ما بوا فمي وقالت أبا لك نبيشيي إذن كون بردالا من أبا لك سيء وبيشيي أن تقولوا لألّا تقولوا سيئذان بهم يا بلانت اللي إذن كقاذ يوم القيامة قيامة يوم كيس إنا أنا وكنا وحانو أحين عن هذا كان غافلين أخوها الماسا أو تقولوا أما سيئذان بهم إنما أشرك وحا شريك يالي آباؤنا أبا يوغي يليون من قبلها وكنا أنقنا وحانو أحين جبية ترم ومن بعد مقدمي معناه وحي كوضا سيئذان بهم أبا يوغي ينقضى ينقضى عن سيئذان بهم أنا وأبها يوم بان نقضى يوم arruti ka dambe sidaan waayna wadada oo baan marro kama leexan karin sayda amtiyo ila balan baa leen ka qaado waxba leen ii sheegay cilmi baa leen ii sheegay aw taqulu sayda anoo deen inna ma asraka abaawna abayo gayo hore ya shariye ma kanu yum baa tan ma qablo hore shariye leh oo kadaalka ha wa kunna waxaan dubiyatan taram baan in baad ka dambe markaas fatuuli kuna allahuma waxaad noo helay go nooci qaado بما فعل المبطلون بعض السمائية شو حي فلان يذا لو نوع قام فعلى نوع أبيوغ يقولون بوضوضو لما فيه وحمانا ما السمائنين مركا أبيوغ يقولون بعض السمائية لطول يا نوع قام كأيضا نوع قام مركا الروح علم الله شيئا يوح الله شيئا وبلان تاهرنا أي كدب بي عيسنين وقال كذب نفرصده لأن علم مبارسه الله هرتيسا كمده كرو إله حمده من كمده كرو معنى الله عليه وكذلك كذا كان المفصل وعدينا أكل بالذحينين الآيات آياتي ساتان أكل بالذحينين ويا ولعلهم يرجعون سيئا ونفضل آياتها محال أكل عدين سيئين أبهن أبا يوغي ينفضين أبا إينا أبهن كما ورقبين إيوه إلي صور نغضان الطوبك هنا فآياتها الله عدينا يا مرسا آياتها ساتان الله عدينا كذلك كذا يعني المفصل الآيات آياتها وعدينا إيوه ولعلهم يرجعون إليه نقضان حد الله ونقضان الله عليهم وطلو أغري نبي الله محمد عليهم ذات كان دوش وذكو أغري نبأ الذي كي وركي سأتيناه أنسيني آياتنا يده يده أنسيني وفهمي آياته الدين في فهمين من كاسي فانسلخ وكسي بمي من آياته وكسي موكو عمل فلموه فأتبعه وحر راعي وصاحب لنقضي الشيطان الشيطان فكان وحوك من نقض من الغاوين أقوى مصن سيدي آيات يوهر علمة الدين تقضنا إساء يتلما ميس آياتنا من عالمة والدين في سيكب حيباها الكدب اللي نوغل بقيا لبا تدي قادة واتلوى نعدد عليهم تاهر التصالة يهد تاهر نعدد عليهم من عالمة والدين في سيكب حيباها وكسيب مي سيدة أبي صدو حوك كيد وكسيبتو لبا تدي قادة بها لشيغية وادبك أقبضا يسوى علم على لي يعني نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام كما شاك يعني شاكو حديث صحيحة لقبها يوم لكن وحال لي هو قساء وصحابة إنه شاكين إذا وحال لديه كده لي بلعام بن باعورة بلعام بن باعورة هذا اللب بدن باشرين من كاسو مركا لبس سيود بالللي هايو ولدي النبي نبي يوشع يوشع وموسى كدن بيجي مركو مقالة دي وكسو يدولي مركي وردي بن إسرائيل أي قيلي بوائيه نكاسو قلنا سو كمدها يولنا ولا مجاب دعونا بكاسيرهن نوغا الله بري قلنا ذي بني سلام ونجا حب بنيه الد نوغا الله بري وحبا بكاسير وردين سيدي الدنيا ذي بان لبدا بواي يقدعي ما يبان وحولين وحبارو دمع المركز وحبار وحبار مركو إنه قلنا حبار إسكودا يوم وبيود عين بقلنا دي بيود عين وعرف كيف هالك مري قلنا دي إنه دعي مركو إسكودا يانا وحباري ورواق السلابة لي والدين تجد هو إذا بابا هذا السلام هو أي حالة دي لكن سياسة بان يجين شيء يقول أتكاقا أتكاقا لمن كانوا مسافرين ومددر بهوانك ودي سيوم مقاين هوانك انت تبدأ عود بيكا هوانك القروح بدل وصرح دين قبل ولمنك تابتا وحوية هاي سود ديكتو مركاتي سينيستان وحوادا مركاتي تقول هليستان هوانك بيدرين بان للي هوانك بدأ عدو مركا نبي الله نبي مركا لك يقول موسى هاي هذا يوشع هذا لكن نبي يوريا موسى
موحد به دونتا قبل انتو قصري وحرام بعد به دونتا هوا كحرام بل قبل ديقو مين لتقي مركز وحوا ينين باز وحا داعون با مركز قلي قولا دي بيد بني إسرائيل آد بي أبا بان نين با مركز انكي تقي نبي هارون انا سب شاقنا يا انكي تقي يونيكي يا قبل دي اللي شوكتي يوورن كردوكتي مركز داعون كي كتوكتي سيدا ساقشتا شيء تساكلا وحيلانا وحوا هارين بني إسرائيل قول لسعودي من كان يدون إسرائيل مركز نبي موسى تري وحو قدري بقر كي مدين شوكي يقولي لسو هذا لو دعوة جاتي بقر كي بوته بقر كي بوله سير بقر كي يمال لدان وحبان كاسيني حولها انتا اللي اغنى قابا دي دين تايدا خبصو سيدا سي دين تي كوكب تدر حولها قاسي مركز وحي سسالة وتهي عالم وحي يقانو اقوان ديرا بله ودين تي سيكب حيو كو عمل فلواهي فاللي باتتا جاتيني سوا حوي يتالبون نقوني الله وحيري وظل كذو الأقر عليهم ذو الشوضة لما الذي كي وركي سي آتيناه أنسينا آياتنا آياتها يبسينه فهمي وفرسلت كسيد مي من آياتين كسيد موكو عمل في الواي وفأتبعه الشيطان الشيطان أرباعي الشيطان بالله صحيحه ويمعنيه فكان أفراد من الغاوين قوة لصن ولو شينا هدام دونه إلى الله سبحانه وتعالى لرفعنا هو أن كريه للهين وعلم في عمب نظلها بهذا السبب لآيات وكفر نظلها وانت آياتها فوق عمل فنه يونين سهر سران قلنا ولكنه ننكاسي أخلده وقول له إلى الأرض ما ينهوسة أرضه وحي حنبا أرضا ليه وحي حنو هوسة وشرف لهم بأرضا ليه ولكنه أخلده وقول له إلى الأرض ما ينهوسة أدون يقول له وهي أدون يكبضه في ديمتي وأتبعوه الراعي واتبعوه الرهوة وجعلتي ذي بطاع ناس شرعك كالراعي لها وجعلتي ذي كالراعي ولو شئنا أقول الله سبحانه وتعالى هدان دونه لرفعنا هو أن كريه لنا ودلعتين لهي بهذا السبب الآيات ولكنه ننكاسي أخلده وقول لحظة إلى الأرض ماشي هو سأدوني وقول لحظة واتبع وحور راعي هواه بعيشي فيها ويسيب الراعي مرقف علم له وعلم يكون عمل فلوى يهوه يسير راعي غير كالشتابية فمثله سفريس أما تلمانتيس كمثل الكلب أي أو كلوه يرى الله سبحانه وتعالى إن تحمل هداد أريده عليه بشي صوت ويرتود ايجا اريدود ويتيرانو يلهاك ويرانيرو عرفهم بول الله عزيز وإن تدبوكو هداد اسكد ايشو اسكد تاقنا لنا يلهاك سيدهم بويرانيرو عرفهم بول الله عزيز معنى هدال كاسي دين تكبحي هداد وعديدو ايه هداد وعدي واسكم سيدا ايجا هداد اريد ايه هداد اريد وعرف قول الله الله عزيز ايوه اسبد الملو مركا اي با الله بوها القبسنة يا عالمك الدين تكوع عمل فلواي اي قول لمدي هاي وكعو يا اي اي قل وعالمك الدين تكون عمل في الواية فمثاله كما تيس منك كمثل الكلب أيه وكلوي انت عمل هداد ويرت هداد كلب بودي عليه دوشيسة تاس حنبار كله حنبارتو يلهس عرب كل الله ديوانو هيران هيري أو تدلوه هداد كتكتو يلهس مو إسلا هيران هيري الله إسلا هيران هيري ذلك كاشي مثل القوم خلاص تفدو دويني خلاص أن وعدك وحبه تري هدين لو وعدي هداد لو وعدين الذين كذبوا بين آياتنا يده يغفين ومنك عالمك وكبض حديمك كمجهين ذلك كاسم مثلهم قال استفدوا يا الذين قالوا كذبوا بين آياتنا يده يغفين اللهم إليه فاقصص شاكي يا أقصون نبي الله القصص قصوين كشاكي لعلهم يتفكرون سياو فكرات وعلي نوبة شاكي يا عالمك دين في شكدح بحي وعلي نوبة شاكي علمة دين توجيكم مع المرور ستي وعلي لو مشيك يدتك حق ديلي وين كفك غمر هذا كذا نقطة حقي هذا كذا نقطة هل كان بعد مريوي وين كفك تقول بالبدي سكون نقطة ذلك مثل القوم الذين هو صفدوا دي ويكذبوا بآياتنا فخصوص كشيك القصص في سويك لعلهم يتفكرون سعيدتكم فكرا ساء وحاهم هم قوم باهم مثل استفاءهم بعيني القوم قوم باحون الذين قوم في كذبوا بيني بآياتنا يده يلو بيني وأنفسهم نفتوضا كانوا هاي يظلمون قوة الدنيا إعرابها المرك الليلة ليش هو حاوي هو إعراب أدق بين هذا الساعة وحدا كوب احتلال وحد ضمير الليلة ما كوب احتلال مركا معناها قوها قال ساء وحاحون هم قوم باحون مثلا استفاءهم بمعينين المخصوص قوة العائل ياي يعني كو المذموم كو العاي قوم قوم وين معنى ساعة تكون لهم
القوم قوم ويا الذين قوم في كذبوا بيني بآياتنا يده يلو بيني وأنفسهم نفطوا ذلك قالوا وحن يقبل منك ودني إلى أن يكون الدم بك قفة هاتوس سمعيه أما كواحد الدم بسمعيه إياكم بأو احتيالي إذك لما يظلمين وكي آياتي حالي أسوامك وما ظلامونا ألا نمضل مين ونمضل مين كلا واقعي لها نمضل مين يعني أنك وحبن لكم أيها ويقوم بأو احتيالي من يهدي الله قفك الله هنونيه فهو يسجع المتدي كانوسا هنوك الله باهي سبحانه وتعالى قفك الله وافجيه و الله هنوني كاسا هنوسا قفك الله هنونينا وإنه حق دنيا يهورتا إسه وقلب بيس فرية مشارع يهي قلب بيس وإنه فرية مركاته الله هنونين يهوي ودو مركاته ربا قلب بيس قللن يهي وهو دي سرعه وحمان فقعه لهنونين ما يهوي إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار من يهدي الله الله قفك هنونيه فهو إسدال متدك هنوسنا ومن يضلل قفك الله هنونينا وشيطان كدب درمنا وإسلام كفو عمل فلي واينا فأولئك قوة ومرقى سيرون قوة خسارون الله سبحانه وتعالى وفليه هو خسارين قفك هنوني وايا أولو مي وشيطان كدون كي وذلك القرآن كديدوي ذلك المثال ومن يعت عن ذكر الرحمن نقيد له الشيطان قفك القرآن كخلح له ثاني وايا شيطان باب صاحب أولي الله سبحانه وتعالى